Kitab Fathul Wahmil Jini, buku pertama yang secara spesifik dalam mengungkap kebohongan atas nama ilmu genetika. Buku ini membongkar modus yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan laboratorium genetika. Dalam buku ini, penulis mengumpulkan riset-riset penting yang telah diakui oleh para ilmuwan genetika dari berbagai perguruan tinggi internasional. Riset-riset ini menyangkal klaim para pembohong atas nama ilmu genetika. Penulis juga membuktikan dengan merujuk pada pernyataan dan pendapat para ahli genetika yang menyatakan bahwa usaha untuk mengetahui nasab yang jauh ratusan atau ribuan tahun yang lalu adalah kebohongan besar yang dibalut oleh teori keilmuan. Kebohongan ini dibongkar oleh sejarawan asal Saudi Arabia, Abdullah Al-Hussein As-Sakofi. Berikut penjelasan dari Abdullah Al-Hussein As-Sakofi. يقول عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إخواني الكرام نحن لا نحارب العلوم ولكنني أحارب الخزعبلات والكلام الفاضي وأشفق كثيرا على من كان لديه علم وثقافة وفهم ودراية يسمع كل العلماء والأطباء والمختصين يقولون هذا العلم لا يقود إلى الحقيقة بصله وتتركهم وتسير خلف من ركب الحصان بدون زرج وبدا زي ما يقولون طقها والحقها دون ان يكون لديه اثباتات والمشكله انهم سطحيي المعرفه والعلم يعني معرفه معرفتهم على العينات الحاليه ربطها بالقديم كل علماء الجينات يقولون مستحيل ستسمعون مقطعين اثنين هنا ستجيبكم كثيرا وقد تصحي بعض العقول النائمه. لا تكن قردا للتجارب انت انسان كرمك الله ولقد كرمنا بني ادم. فكرامه الله لك ان لا تهين نفسك وتذل نفسك لان تكون في هذا المستوى التجاربي الذي يحاول ان يثبت نسبك وانت نسبك ثابت اصلا حقيقي. لا يوجد وهم اوجدوا هذا الشرخ في المجتمع لكي يثيروا القلاقل والمشكلات انا حضرت في مجلس كان فيه خصام وحتى كاد ان ينتهي الى نوع من المضاربه انت اصل وانت ما أنت اصل انت من الجي 1 وانت من الجي تو وانت من الدالتال كلام كله كذب وهؤلاء والله العظيم عندما كنت في ذلك المجلس ان اغلبهم بنسبه 99% من مدعي علم النسب الجيني أنه ما هو حاصل على الثانوية ولا يفقه شيء أصلا في العلوم والمعارف ولكن مجنون ولزم وعصى. هذه مشكلة سألتهم سؤال قلت لهم يا إخواني الكرام أنا أعلم بأن تحليل الجيني واحد من أربعة إما أن يكون نسبا إلى قبيلة وعملية أنك أنت تنسب إلى قبيلة بعينتين بثلاث بأربع بخمسة عشر بعشرين هذه مشكلة ولكن فلنفترض أو يكون من العبيد أو يكون من الأحلاف والموالي والرابعة أن يكون ابنا غير شرعيا قالوا لي كيف قلت مثلا فلان حلل وطلع نسبه إلى القبيلة وجاء ولده حلل وطلع نفسه ما هو في القبيله وش تسوون له؟ يعيد التحليل التحليل فيه نتيجه النتيجه غلط النتيجه فسدت الكلام هذا الهراء الفاضي انتم تدخلون الامه في مصيبه في مشكله في جدال في شك يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان لكم تسؤكم عندنا نص قراني واضح ولكن مشكلتنا نطرح المجتمع في بلبله وفي مشاكل وفي زعزعه المجتمع لماذا لانه هنالك قبائل لم تظهر اصلا نفوها من العربيه وقبائل ليست عربيه كما يقولون ودخلوها في العربيه واوجدوا بلبله في المجتمع بشكل غير طبيعي الآن المجتمعات كلها قاعدة أو الأسر قاعدة تتكلم الدين والمشكلة أنهم مدخلين أن هذا العلم صحيح وهو علم كاذب في هذا الموضوع. اسمعوا مقطعين وشاهدوا الكتاب الذي سأوضح لكم منه صفحات على كذب ذلك وكل عقل في راسه يعرف خلاصه كما يقولون واتقوا الله في أنفسكم الأمور ستلاحظ الجروان أبد الله الحسين الثقفي menjelaskan kebohongan tes DNA untuk nasab yang jauh dan mengatakan bahwa tes DNA untuk nasab yang jauh hanyalah omong kosong, membuat kegaduhan, perpecahan, dan kebingungan di tengah-tengah umat. Kemudian sejarawan ini mengajak kita untuk mendengar penjelasan dari salah satu pakar dalam bidang DNA. Beliau adalah Dr. Abil Bintu Anwar bin Abdillah Saing, konsultan senior di bidang kedokteran dan genetika. Beliau juga merupakan kepala genomik di pusat penelitian kanker dan onkologi komprehensif Sultan Qaboos di Oman, ketua asosiasi kedokteran genetik Oman, dan anggota penasehat teknis WHO untuk penyakit tidak menular. Tambahan الاخت، العم، العمه، الجد، لحد الجد الخامس هذا يعتبر قريب، وفي بعيد وفي اختلافات كبيره مع هذه الفحوصات، القريب اللي هو يستخدموه في الطب الجنائي، اللي يستخدموه لا سمح الله اذا الطفل تم يعني اختلاط في المستشفى، في التباس في في مشاكل حصلت، تم اختطاف الطفل مثل مادلين، قصه مادلين مثلا، تم اختطاف الطفله واستخدموا حتى الدي ان اي اللي يحصلوه معه ويقارنوه مع ابوها وامها، هذا اثبات نسب قريب هذا متاح، هذا دقيق، توصل دقته اكثر عن 99% بالعكس. اما اثبات النسب البعيد هذا اللي بدا الحين العلم يتعرف عليه اكثر والمعلومات باديه باديه الان تشق طريقها دقيقه وليست حتميه وتقريبيه، ونتكلم عنها. طبعا نسبه التشابه الجيني بيني انا وبين والدتي او بين والدي 50%. نسبه التشابه الجيني في التوأم المتطابقين جينيا كانوا زمان يقولوا 100% صدقوا الحين اكتشفوا انه حتى حتى التوأم اللي يكون مطابق جينيا في عوامل فوق جينيه تتغير وممكن تاثر على طريقه الجينوم كيف يعبر عن نفسه على سبيل المثال ما هي هذه العوامل العوامل هذه ممكن تكون من التلوث ممكن تكون اشعه تعرض الشخص لاشعه معينه ممكن حتى من غذائه على فكره ولما تتولف هذه الاشياء لحد الحين العلم عاجز عن معرفه ايش ايش يؤدي إيه ماذا يؤدي هذه الاشياء يعني حتى الدي ان اي مال التوينز الحين التوام ممكن ما تكون مطابقه يعني كلمه 100% مفروض حتى شويه ما, ما ما دقيقه اصلا فمثل ما اتفقنا ونسبه التشابه الجيني كل ما ابتعدنا كل ما يكون اقل يعني فاثبات النسب القريب دقيق جدا لكن له حدود اوكي okay. الحين هذا الشريحه تثبت لكم الان انه اكتشفوا انه البرسنتج اوف شير دي ان يعني نسبه التشابه مره ثانيه لما نتكلم عن تقريبا الجد السابع او الجيل السابع خلاص تبدي شويه شويه تقل تخف فمن كذا في جدل كبير على اثبات النسب البعيد القريب اكرر وما اريد حد يفهمني غلط قريب متاح ممتاز نستخدمه في الطب نستخدمه في علم الجنائي نستخدمه حتى لما صار تشيرنوبل لما صار حتى الجثث يعني ما اريد ادخل في تفاصيل بس لما يصير عندكم يعني مجموعه من الجثث ما تعرفوا هويتهم متاح جدا 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 وخاصه في حاله وجود اهل ارحام للشخص اللي انت تريد تتعرف عليه هذا متاح انا من كذا اقول لكم يعني انا لا ضد ولا مع انا مع انه التقنيات متاحه لكن نحترس في استخدام هذه التقنيات وعلى فكره في مشاهير كثيره ما اريد اذكر اساميها حفاظا على خصوصيتهم تم يعني رسلوا هذه العينات الى اكثر عن مختبر سته مختبرات تخيلوا المختبرات لم ت... ما اجتمعت على النتائج اللي طلعت وفي ناس ايش سووا غيروا في اساميها اوكي ورسلوا الى نفس المختبرات بعد فتره اخرى تكنولوجيا اختلفت النتيجه اللي تحصلها طبعا ما تكون مختلفه تماما انا ما انا بالعكس انا ما اشكك في المختبرات لكن اقول لكم انه التقنيه تختلف النتائج ممكن تختلف على حسب المرجع الموجود في ذاك الوقت وحسب التقنيه اللي موجوده صحني انا بستفيد انا اريد اعرف اصولي من وين فيني فضول اوكي لكن هم بيستفيدوا اكثر بعد من الحصول على هذه الماده الوراثيه بعدين شوفوا ايش سووا لي؟ وانا على فكره بديت البحث في هذا الموضوع باستخدام آه يعني عندي آه كمبيوتر خاص فيه بالدوام اشتريته من برا فابدا ما حصلت هذا لكن لما استخدمت الكمبيوتر اللي اشتريته من هنا وفيها آه اشياء الثانيه اللي اشوف فيها السوشيال ميديا وكذا والظاهر تعرفوا يعني ممكن يعرفوا هذا الانسان من وكذا هذا هذا ما شفت هذا اللي شفته فتخيلوا اريد اعرف كم شخص يقرا بنود الكونتراكت الموافقه مع الابل لما تعملوا داونلود للاب ما حد 12 صفحه من يقراها نفس الحكايه هنا لو فتحتوا الموافقه في اشياء كثيره هذه الشركات معظمها وليست كلها عشان ما ندخل بعد في مواضيع اخرى في بعض الشركات قامت على فكره ببيع هذه المعلومات باعوها حال اف بي اي واستفادوا منها، وعلى فكره انت لما توقع على هذه الموافقه بتشوف هناك انه لهم الحق في اقتناء هذه المعلومه، ولهم الحق ايضا في مشاركتها مع طرف ثالث. فانا انصح الناس اللي يريدوا يعرفوا انسابهم، نعم ممكن يسلوا نفسهم يعملوا الفحص، بس تعرفوا ايش اكثر دقه؟ اسال اهلي كم من الحضور وكم من المتابعين يعرفوا اسماء اجدادهم من الام ومن الاب لحد سادس جد، هذا اكثر مهم، ارسم شجره عائلتك، عرف وين وين سكنت، هذا اكثر مهم واكثر دقيق، واذا جبت الدي ان مال المجموعه مالك وقارنتها مع حد مجهول الهويه، كذا بتحصل معلومات اكثر دقه من هذه الفحوصات.